يا اهلا وسهلا، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين مزيان، اموركم مزيانه، صحتكم مزيانه، كل شيء عندكم مزيان. مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الفلوغ اللي زوين بزاف، وبزاف منكم طلبتوه منا، دونك قلنا علاش لا ما نصوروش لكم اليوم، لحقاش تطلب منا بزاف. وهذا الفلوغ هذا اكيد كيف ما شفتوا من العنوان غادي يكون كيفاش ولات حياتنا جديده مع غيت، كيفاش كندوزوا معاه النهار، كيفاش كيدوز هذا النهار، شنو كيدوز فيه الاحداث. المهم بزاف ديال الحوايج ان شاء الله اليوم غادي يدوزوا معنا نهار كامل، وغادي تعرفوا هكا على حياتنا الجديده، على الروتين ديالنا الجديد، كيفاش ولا لحقاش ماشي 180 درجه، كي تبدل 360 درجه حياتك قبل الولاده ومن مور الولاده. ملي كيتزاد عندكم شي بيبي عرفتي شحال لكم. ما كاينش كلمات مناسبه باش نشرح لكم صراحه. ديما كنفيق انا الاولى، حسام من النوع اللي تيعجبو ينعس. بعض المرات انا اللي كنفيق مع غايت في الليل، بحال اليوم انا اللي فقت معاه في الليل، مع ذلك كضربني الفيقه في الصباح بكري، ما عرفتش علاه صراحه. ولات فيا قاعده دائما ديك 7:30 8 بحال هكا كضربني الفيقه، كنبقى شاده التليفون ديالي شويه، ديك 8:30 9 صافي كنوض. دونك صافي ناط، كيف ما شفتوا درت الروتين ديال العينين والبشره ديالي ديال الصباح، خليت حسام وغايت باق ناعسين. هذه هي احسن حاجه لقيتها في غيت والله العظيم، هو انه ما كيفيقش الصباح بكري، نعاس خارج بحال بابا. كيفيق مع ديك جوايه 6:30 7، بعد مرات 7:15 بحال هكا كنردعو، كنشدو هكا شويه صافي دغيا كيولي يجيه النعاس، كنحطو كينعس كنوض، هو باش كيبقى لي انا داك الوقت باش نوض. هكايا نغسل وجهي، نقدر نصايب حتى الفطور داك الساعه صافي. داك الساعه الا فاق كيكون حسام مازال حداه، كيفيق كيبقى يلعب معاه شي شويه، بعد مره كيبدل له هو الكوش، بعد مره انا. اوكي تحولت لهاد الجهه واللي هي المكتب، وغادي نصايب هاد الويكلي بلانر. هادي كيجيو فيها الايام ديال الاسبوع كاملين، كتجي فيها حتى تو دو ليست، وكتجي فيها حتى الاهداف ديال الاسبوع. دونك كنحاول انني هكايا نبقى نكتب كاع الخدامين اللي عندنا، كاع الحوايج المهمين اللي عندنا في السيمانه كامله، وكنعلقها هنايا. دونك دابا غادي نحيد هادي ديال السيمانه اللي دازت، وغادي نصايب هادي وغادي نعلقها، باش هكايا كتبقى عندي بحال واحد الاوفر فيو ديال السيمانه كامله، باش كنعرف شنو عندي وما كنساش الخدامين. لحقاش دابا مع غايت يالله 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 كنتكافى معاه. صافي من بعد ملي غادي نسالي غادي نوض نشوف حسام وغيتي الا فاقوا، الا كانوا فاقوا غادي نجمع البيت، نجمع شويه الدنيا، نصايبو فطور ونشوفو شنو غادي نديرو هاد النهار هذا. صافي شو حكا صافي هوبي كي صبحتي؟ ضحيكة 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 بسم الله هوبي انا بتكوتي انا بتكوتي بتكوتي تايا Thank you.
طبيب واخيرا نعست غيت صراحه ما ياخذش ليا زعما بزاف ديال الوقت باش كينعس ما بين الفياق ديالو وما بين النعسه الاولى في النهار. نقدر نقول لكم بحال هكا كيفيق مع ديك جوايه 9 ونص 10 كنردعو كنبدل له حوايجو سواء انا اولا حسام اللي كان مسالي فينا. من بعد كنبقاو نلعبوا معاه شويه هكايا شي 20 دقيقة ماكسيموم نص ساعة وصافي. من بعد كيولي ينعس دونك دابا خليته ناعس باش يلاه نبدل حوايجي ونصايب شوية حالتي باش غادي نخرجوا لحقاش عندنا شي شغالات خاصنا نديرهم برا. ونيت نشارك معكم كيفاش كندير باش كنخرج مع غايد لحقاش بزاف 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 ديال البنات كيسولوني كرام كيفاش كديري كتخرجي معاه كيفاش كتصايبي له الرضاعة ديالو. المهم داكشي كامل اوكي انا وجدت لبست هكايا قوي من جاستر وبال دغيا دغيا حتى نخرج برا ونوريكم شنو لبست. كنسمع غيت كيبكي خصني نمشي. صباحو انا صباحو حياتي حياتي نبدلو حويجاتنا. مامي ها لبسو هادي لبسو هادي حبيبي كي تضحك معايا لبسو هادي هادي زوينه لبسو هادي ولا هادي ولا هادي فين بغيتي فين يلا شوف 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 هادي شفت الجو كي غيكون برا غادي يكون صعب اذا غنلبسو هادي غنلبسو هادي مامي حبيبي الله يحميك حبيبي الله يحميك الله يحميك الله يحميك الله يحميك يبي يبي يكليمه باش ما نشفوش بالله باش ما يجيناش الجفاف. خلي لي الضحيكه انا خلي لي الضحيكه نديرو مشيطه ها نديرو مشيطه هيا يا حبيبي اشنا شنو مام يخلي لي الضحيكة انا يخلي لي الضحيكة شعرك بدا كيكبر خصنا نقطعوه خصنا نقطعو شعيلات. قول لهم انا وجدت انا لبست انا لبست ابا ابا حبيبي ابا مشيو يلا نمشيو. انا جالسه دابا كنوجد له الصويك ديالو درت فيه الحليب. بزاف ديال الناس كيسولوني على الحليب اللي كنعطيه سميتو ناكتاليا صراحه ماشي انا اللي اختاريته هما باش يلا ولد في الطبيب عطاوه له اول مره دونك بقيت كنعطيه له وحتى الطبيبه قالت لنا راه مزيان بزاف وزوين بزاف ما بدلناهلوش نهائيا. بالنسبه للرضاعات فوالا كنستعملوا له هادو ديال افنت كاينه هادي صغيره وكاينه واحده كبيره دونك صافي بقى لي غير نزيد لي كوش لانجيت وصافي. صافي حسام قاسي تقادد بديت نتقاد خصني نمشي نحسن صراحه كبرت الحيه بزاف الشعر وكيش عم نقول لكم راه ما كنجلسوش المره كبرت من اول مره نهضر في هذا الفلوق من غير قبيله على الشيء كنبغي نوريكم انايا اللبسه اللي لبست اليوم. لبست هذا السروال هذا من عند لاباج ديال اش زد بوتيك شوب. لبست سبرديله يلا وصلتني فوالا نوريكم فوالا كتجي بحال هكا كيجي عندها هاد الديتاي هذا من اللور. درت هاد الصويك ديالي لبست هاد قميجه والزويف ديالي اونديدات. قول لي شكون بحالي دائما راجلها كيتعطل خاصني دائما نسبقوه داري شي واحد هبطني انا هبط الحمد لله جبت معايا بدا السيرو ديال الطوموبيل. هاي اوكي الصاك هذا كنخليه حدايا غادي ندير جيتي احسن حاجه كتعجبني في هاد البوسيت هي انها كتطوى دغيا دغيا اخ
نفيسه دونك باغي كنهزها وكنخشيها. حنا ركبنا في الطوموبيل دابا غادي نمشيو ان شاء الله نتغداو. هذه اول حاجه دائما هكايا في الويكاند صراحه كنحاولوا اننا نخرجوا ناكلوا برا لحقاش ضروري الانسان يتعامل مع ماكله الدار. في السبت والحد هكايا كنبغيو نخرجوا نبدلوا الجو يا اما نتغداو برا يا اما دابا حتى العشاء ما بقاش برا. المهم نتغداو يا اما نفطروا على برا حتى الفطور عاوتاني كيدوز زوين وغادي نمشيو ناكلوا شي حاجه خفيفه ومن بعد ان شاء الله غادي نمشيو باش غادي نتقداو هكايا شي حويجات الختو ديال حسام لحقاش غادي تجي باش تقرا هنايا ان شاء الله. كرات هنايا في قنيطره دونك غادي تقرا هنايا وصافي غادي ناخذوا على داكشي اللي غادي تحتاج ان شاء الله ومن بعد غادي نمشيو. فين غادي نمشيو من بعد ما شو كنت باغي ندير. المهم نتغداو نتغداو داك الساعه يحن الله عاد نشوفوا فين غنكملوا النهار ان شاء الله. يلا بقيت معنا تغدينا دابا غادي ندخلوا المرجان غادي نتغداو شي حاجه. اكرام فين جاتك لبسه واعره والله ستيل جاك ناضي. شوفوا غايت صراحه النهار جو زويون جو زويون. اكرام شوفوا اكرام صافي ما بقاش هذا مع الصهد صافي صافي ولات تقول خصني خصني تعرف كيفاش تصب. صراحة مرجان جابو بزاف د الحوايج ديال خصوص الدخول المدرسي جابو د اللعيبات البيرويات الكراسة بزاف ديال التفاصيل الناس تتقدا. إكرام ندوزو بحالنا من هيها صراحة عجبني هادشي بزاف والله إلا عرفتي قالت لي إكرام غير سكت غنغمضو عينينا نفتحوها نلقاو راسنا كاز نتقداو لوليدنا تا حنا الكتوبة التفاصيل ياك إكرام عبلاتي عليك والله الا قلت لي عبلاتي عليك. شوفوا فين زادنا عاوتاني ها انتم ها انتم. اكرام تقولوا لي والله حتى غتسخرتي حسام بغيت ما كيشبه لكش كاع وي صغير انت محطوط من فوق وين كيجيني انت. لا 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 غير انت حسام ويلي عنده شي حوايجات ديالي بحال تقيبة الزين هي تقيبة الزين بحال بحال الحجبان بحال الفيام ايوا شنو بقى؟ لا ولكن ملي كتجمعوا كله كيقيبان كيشبه تبارك حنا اصلا تيقول لك كنتشابه اصلا كنتشابه. المهم دقنا ريز خدينا لغايت حويجات زوينه من ال سي وكيكي ودابا رجعنا نشوفوا ثاني عاود لا كاينه شي حاجه ناخذوا هادو بيجامات باش يبقى يلعس بيهم. هي 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 ترى كبار غير كيبان لك هنايا ياك ملي كيتلبسو كيولي بحاجه اخرى شحال من حاجه كان نورمالمون دابا غايت خصو يبقى يلبس ما بين 3 شهور و 6 شهور واخا هو مازال ما وصلش 3 شهور 6 شهور غير كيبان وراه تجي قدو هذه تجي مزيانه. تخيلوا معايا الوالده كانت خدات له واحد الكسيوه مسكينه خالتي خالتي خدات له واحد الكسيوه ديال عام وعام ونص عام وعام ونص هكاك ولبست له الشورت وجا قدو تخيلي معايا قيستها لي ولكن كيبان كبير كيبان كبير ولكن كيبان كبير هذاك التريكو لا تريكو جه كبير لا تريكو باين مسكينه الوالده اي والله يعطيهم الصحه حتى الله يسمح لنا من الوالدين ايوا سعدتي دابا حاليا بغيت ناخذ له انايا بغيت ناخذ اكرام بغينا ناخذ ليه شي حاجه شي حاجه اللي نعس بيها في الليل حيت كيولي البرد يعني تكون شويه سخونه ومريحه في نفس الوقت ومريحه في نفس الوقت شويه العقادي فوالا عرفتوا البارح نعسنا بواحد الكسوه كبيره شويه نعس مزيان وارتاح واش 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 نورمالمون انا ما عرفتش اكرام اللي كتفيق معاه بزاف واش النعاس ديالو طبيعي ولا لا بمعنى واش حيت كاين اللي كيقول لك نورمالمون خص يفيق على الاقل على الاكثريه 3 المرات ما يفيق لكش اكثر من 3 المرات الا اللي كانت تضر شي حاجه او لا ولا غير هضره هذه كيفاش لازم هو شوف كل بيبي والسيستم ديالو كل واحد سبحان الله وكيفاش كاين اللي ما كيفيقش كاع بحال دابا انايا كنت كنهضر هذيك المره انا ومرت خويا قالت لي ما كانش كيفيق ليها نهائيا في الليل يقدر يفيق مره واحده بعد مره ما يفيقش يرضى غير الجوع الصباح بكري غايت لا غايت كيفاق وكال بحال بوه
لا كي كيفيق سبحان الله كيف ما قلت لك كل واحد كيفيق جوج مرات مره مع ثلاثة ونص بحال هكاك ومره مع 6 7 هاد جوج مرات هادو كيفيق فيهم وصافي من غير هاد المره كنكون انا فايقه دونك ما كيفيقنيش اوكي نوريكم الحوايجات اللي خدينا صراحة حتى للدار وعاد وريهم كامل اوكي جيت نتقدى شي حاجات خاصني صراحة ما تقديتش من مرجان لحقاش كان بهم الصهد وصافي وكان معايا غيت وداك الشيء دونك جيت عند واحد السيد كيبيع داك الشيء ديال تركيا وداك الشيء ديال 5 دراهم تقريبا وغادي نشوف هكا شي حاجات ناقصني عفاك شحال هادو عفاك رجعنا للدار واخيرا حسام طلع قبل مني لقيتو داس كيبدل الغيط شكرا عرفتو شوفو يديك يولاو داس عند هاد مول الخمسة درهم اللي تحتنا ومول الخضره والحانوت عرفتي طلعت واحد الميكات صافي تقال بزاف ودابا المشكله مع ما بقاوش كيبيعوا دوك السيكام كل واحد يعطيك ميكا صغيره وكتبقاي جاي دايره خصني شريت واحد الصاك خرجت واحد السيكام كانوا عندي شحال هذه سولت عليها عند داك مول 5 درهم قال لي 120 درهم والله ما كنديش نتيري الفلوس قبيله كانت عندنا غير ما كانش عندنا اسباس بزاف المهم غادي نوض بدل حوايجاتي رخص غادي نبدل حوايجي ونكملوا النهار صراحه حوايج غزا لين سواء كيديروا فريمون شي سولد لي زوين بزاف ولا العظيم انا كنت اكتشفت واحد لو سيت سميتو بات بات غادي نخلي لكم في لا باغ دانفو الناس اللي مهتمه كيبيع حوايجات ديال الدراري الصغار واعرن ورخاصين ولكن صراحه عمري مازال ما جربته مازال ما زعمتش عليه ولا ليفريزون فيه شي شويه طالعه خصكم تاخذوا واحد القدر ديال الفلوس عادي يمكن لكم تاخذوا لا ليفريزون غراتويت دونك قلت المهم خليتها للبرد ولا حتى يكبر شويه وناخذ له هكا شي حويجات زوينين دابا بحال هادشي هذا ناخذ له غير من هنا كيكون رخيص دونك خديت له هاد البيجامات هادو كيجيو جوج وحده على هاد الشكل هذا والثانيه على هذا الشكل هذا بعد المره كيكون الصهد في الليل وكنبغي نلبسو هكا شي حاجه مريحه ما فيها لا عقاد لا والو وفي نفس الوقت تكون بارده دونك هذا التويب ديالو مقطن زوين بزاف دايرين 89 درهم بجوج من بعد خديت له هاد جوج سريولات كيف ما قلت لكم هو عنده الحوايج ديال الخروج بزاف ولكن الحوايج ديال الدار ما عندوش خديت له هاد جوج سريولات هادو حتى هما ديال الدار نبقى نلبسهم مع غير تيشيرت اولا شي حاجه بجوجهم دايرين 69 درهم من بعد خديت له هاد هي بحال قويميجه تقريبا ولكن كتجي على هاد الشكل هذا دونك هادي بقي لبسها هكايا مع سريولات اولا شي حاجه بغيت كتجي زوينه بزاف ومن بعد اخر حاجه هذا ماشي اونصوبل ما كيجيوش مع بعضياتهم ولكن انا نسقتهم مع بعضياتهم خديت له هاد السريويل زويون هذا داير 59 درهم ونسقت له معاه هذا هذا داير 49 الا بقيت عاقله هذا 49 كيجي بحال هكا لاتي والسريويل كيجي فحال هكا داير 59 دونك صافي هادو هما الحويجات اللي خديت له صراحه كان الصهد شويه اليوم دونك ما بغيتش نخليه برا بزاف دغيا رجعنا ان شاء الله الا خرجت مره اخرى نعاود ناخذ ليه هكايا شي حويجات زوينين اولا نقدر نكوموندي من هذاك لو سيت الا كوموندي زعما جاوني تبغوني ندير لكم اول او لا دونك الا كنتو باغي ندير لكم مشتريات كتبوها ليا في التعليقات